البدايه ديالي كانت مع التشكيل بالعقد من سنه 1957 الى حاليا. والمواضيع اللي هي معروضه حاليا في هذه القاعه كانت اللي كتصرف عليها عزيزه العراقي، وهي تتجلى في ثنائيات. الثنائيات هي بالنسبة لي الخير والشر، الأبيض والأسود، السماء والأرض، الحياة والموت، الرجل والمرأة. فهذا المعرض هذا وهو آخر معرض اللي كان قبيب في هذه المسيرة التشكيلية ديالي. بعض الأعمال هي مخوضة بكل اقتناء وكل موضوعية، وهي فيها لوحات على زيتية، كاين لوحات أول مرة كتعرض في المغرب وهي اللوحة ديال لبوات لوفير، ولوحات كنسميوها مونوتيب، كاين لوحات رسومات هكذا تلقائية. فهي مجموعة من الأعمال مختلفة. هذا معرض ديال السي أحمد العمراني اللي هو فنان كبير في الشمال وفي المغرب وفي الخارج. لي أنا هذا أنونوغ باش نقدم اليوم السي العمراني افيك الأعمال ديالو من الستينات إلى اليوم. فهذا المعرض هو معرض اللي كيجي بعد مجموعه ديال المعارض الناجحه ديال احمد العمراني سواء بالمغرب ولا خارج المغرب. وهذا المعرض هو من اهم المعارض في السيروره ديال احمد العمراني بحيث التنوعات، وكذلك هو واحد تكريم لهذا الفنان الذي اشتغل منذ الخمسينيات، يعني 65 سنه من الابداع. هاد 60 سنه الابداع كنحاولوا نقدموها في زوار رواق كانت وزوار مدينه طنجه وزوار المغرب باسره. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.